الخسارة أمام خطيرة خطيرة خطيرة. الله للعميد، العميد يستقل خطأ واضح، وأنا كنت أتكلم عن أن الزعيم لا يتأثر لأنهم كبار، لكن لاحظ معي هذا اللاعب ما الذي يستلم نيجير دي يونغ، لاحظ معي الخطأ الكبير جدا من الدولي القطري أبو علام، استغل هذا الرجل الذي يسجل الهدف الأول في المباراة اللاعب، نعم نعم الإيراني، اللاعب الإيراني أميد إبراهيم يستلم عليه، مكان ممتاز وتحرك مثالي لعبد الرحمن. الله جول، يا روعة يا إبداع يا عبد الرحمن يا محمد، تحرك من البداية مثالي وهم يبحثون عن هذه التحركة، تحرك عبد الرحمن صح، شوف متولي محسن، يا سلام، وتقدم عبد الرحمن وخذ مكان، أوبا يا حبيبي على يسار حارس المرمى مشعل برشم، ليأتي اللاعب صاحب 23 سنة ليوسع، حبيبي يا سلام يا عبد الرحمن يا محمد، يسجل هدفا ثانيا في شباك الزعيم في ملعبهم ومستغلين الوضع، مشعل برشم في التصدي، ربما يأتي ثالث، العميد الأهلاوي كرة اللعب، الله جول ثالث للعميد الأهلاوي، ماذا يحدث، ماذا يحدث للزعيم يا عزيزي يا متابع يا عزيزي، برشم في جهة والكرة في الزاوية الأخرى، يأتي مونتاري ويسجل الهدف الثالث لمصلحة العميد، لمصلحة العميد. بونجاح في ظل تألق إيفان رودريغيز ربما يعني معرض لأن يضيع بغداد، لكن صاحب ال 15 يتقدم الآن، ويا سلام سجلها بغداد بونجاح وعلقها على يسار حارس المرمى، بغداد بونجاح يعيد الزعيم ويقلل الفارق، شوف معاي على يسار الحارس مباشرة يأتي بغداد ويسجل هدفا أول بالنسبة للزعيم من نقطة الجزاء، انقلها مرة أخرى إلى لاعب دي يونغ إلى أوميد، الله لا 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 لا، مستحيل مستحيل يا أوميد يا إبراهيمي، في هذه اللقطة ضميرك حي أنت وضميرك، في هذه اللقطة إذا أضعت الأولى الثانية ركنها وحطها صح في الزاوية اليسرى، ليأتي أوميد إبراهيمي ويسجل هدفا ثانيا للعميد، شوف معي دي يونغ نقلها بالكعب إلى دي، الله يا الله يا الله يا الله، شوف معي هذا من لعبها، اللي لعبها صح الأول والثاني نقلها بشكل ممتاز فريدون ربما، ووصلت إلى الله الله الله.